ذاقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي. مشاهدينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جبر الخواطر. في جبر الخواطر النهاردة أول حلقة لينا في شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أقول لكم كل سنة ومصر كلها بخير والأمة العربية ويا رب تعودها علينا أيام سعيدة يا رب. معايا فاضلة الشيخ أحمد الأزهري. أهلا بك يا مولانا. مولانا عاوزك تكلمنا عن الوصايا الرمضانية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. حقيقة ونحن في أول أيام وليالي شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي هو فرصة العمر، رمضان فرصة العمر التي قد لا تتكرر. رمضان هو شهر البر والجود والكرم والإحسان. رمضان هو شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر صفاء الروح. رمضان موسم للخيرات، فعلى الواحد منا أن يغتنم هذا الشهر الكريم وأن يغتنم كل أيام وكل لياليه وكل دقيقة فيه، يغتنمها بما يعود عليه بالنفع. فنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه كان إذا دخل عليهم شهر رمضان كان يقول للصحابة الكرام: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من أدى فيه فريضة يكون له من الأجر كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة تطوعا يكون له من الأجر كمن أدى فريضة في غير رمضان. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو شهر يعني فرصة لأن يعتق فيه الإنسان من النيران، فورد في الحديث: إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فإذا كانت آخر ليلة من رمضان يعتق الله فيها مثل ما أعتق طوال الشهر. فضل الله واسع، فضل الله كبير، فعلينا أن نتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى. فلقد ورد في الحديث: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيب أحدكم نفحة، يعني نفحة خير ورحمة وبركة، عسى أن ينظر الله إلينا نظرة رحمة يرضى بها عنا ويرحمنا ويسترنا سبحانه وتعالى، فيتغير الحال ويتبدل الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالرحمة والغفران في شهر رمضان. فلذلك من الوصايا الرمضانية التي ينبغي المحافظة عليها والتي ينبغي يعني أن ننتبه لها جيدا المحافظة على الإيمان والإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان، ومعنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالله يعني الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقادا لا يخالطه أدنى شك أن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، خلق كل المخلوقات. ربنا قال: وخلق كل شيء، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان هو شرط لقبول الأعمال.
العمل حتى يقبل العمل من الإنسان، حتى يكون العمل مقبولا عند الله، يعني يثاب صاحبه عليه، ليشترط له الإيمان، أن يكون الإيمان صحيحا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى الشرط إيه؟ الإيمان. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حتى يكون له الأجر يشترط له الإيمان. لذلك قالوا: قليل من العمل مع صحة الإيمان مقبول عند الله، وقليل من صور وكثير من صور الأعمال مع فساد الإيمان مردودة على صاحبها. فالإنسان يحافظ على إيمانه، يحافظ على إسلامه، في شيء مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، ألا وهو أنه أغلب الناس بيعرفوا أنه مثلا إيه، أنه مفطرات الطعام والشراب وما إلى ذلك. يا مولانا، في أغلب الناس مقضين رمضان إيه، يعني رمضان إيه بالنسبة لهم؟ أنهم يناموا طول النهار وصحيين طول الليل، رمضان بالنسبة لهم الأكل والشرب. فأنا عايزة حضرتك تدي نصيحة عليهم. هنتكلم على النقطة دي إن شاء الله، بس في نقطة اللي كنت بتكلم فيها، اللي هي كتير من الناس بيفكروا إنه بس مجرد إنه الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب ونحو ذلك وخلاص. لا، في أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو من مبطلات الصيام، ألا وهو الردة. الردة هي قطع الإسلام إما بقول أو فعل أو اعتقاد. كاعتقاد فاسد، كمن يعتقد أن الله يشبه شيئا من خلقه، أو أنه سبحانه وتعالى نور كبير بمعنى الضوء وما إلى ذلك، أو شبه الله بخلقه، هذا لا يكون مسلما، لأنه يكون كذب القرآن. وينبغي أن يطرد هذا الاعتقاد الفاسد، وأن يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح، أن الله لا يشبه شيئا من خلقه. أو كذلك أيضا من الكفر الفعلي، الردة الفعلية، إلقاء المصحف في القاذورات أو في الزبالة أحيانا. إزاي؟ أحيانا يكون عندها مصحف قديم في البيت، بعض الناس بيعملوا إيه؟ المصحف اهترى، فيروح عامل إيه؟ جايب المصحف يروح رميه في الزبالة، والعياذ بالله تعالى. لا، وكمان محدش لا يحصل. أنا أكثر من مرة شايل مصاحف من حاويات الزبالة. طب حضرتك تنصح بإيه اللي عنده مصحف؟ اللي عنده مصحف قديم أو أوراق شرعية، وخاصة إحنا في شهر رمضان، الإمساكيات عليها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عليها مواقيت الصلاة، عليها كلمة رمضان، وكلمة رمضان معظمة. كذلك أيضا الأكواب ونحو ذلك، المكتوب عليها رمضان كريم وما إلى ذلك. وكلمة رمضان هذه كلمة معظمة، ينبغي أن لا نلقيها في الزبالة ونحو ذلك، لأن ربنا قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي أن ننتبه وينبغي أن نحذر. والردة القولية وما أكثرها في هذه الأيام، التي قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم هو خاص بالكافرين. زي إيه؟ كمن يسب الله والعياذ بالله، أو يسب الملائكة، أو مثلا حصلت له حالة وفاة فسب سيدنا عزرائيل، سب ملك الموت والعياذ بالله تعالى، أو مثلا يسب شهر رمضان، أو يسب دين الإسلام، ده كتير جدا. ولا ينفعه أن يكون يقول أنا كنت غضبان أو مش عارف إيه. أو بعض الناس إذا وقع في مثل هذا تلاقيه لك إيه؟ أستغفر الله. أستغفر الله هنا لا تنفعه. طب ماذا ينفعه؟ هو خرج من الإسلام، عليه أن يعود إلى الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إذا حصل هذا في يوم من أيام الصيام وهو صائم، بيكون انقطع، بطل صومه. طب بيعمل إيه؟ يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، ولا يتناول مفطرا، بل يمسك إلى آخر اليوم، وعليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. يقضيه بعد رمضان. فده كتير من الناس لا ينتبهون له. طب مولانا، بما انك اتكلمت في موضوع كده اللي هو لو حد عنده ورق مصحف والمصحف ده اتهالك او كده، بشوف ناس يولعوا فيه، انا بزعل قوي من الموقف ده. هو يعني ننظر بعض، يعني ممكن يعمل ايه؟ اما ان يحفظه في البيت في مكان مثلا في الرف، لكن الحرق ده حرام. ان كان يخاف عليه، يخاف ان يعني ان يحصل له الإيذاء أو أن يلقى ونحو ذلك، فعند ذلك لو لم يجد طريقة إلا يعني بهذه الطريقة فليفعل، وبعد ذلك يصير رمادا ولا شيء. لكن يعني كده أو كمان عندنا أمر ثاني ممكن يعمل إيه؟ ممكن يضع هذا الشيء في كيس مثلا ويلقيه في البحر ونحو ذلك، قالوا
يلقيه في نهر جار. ليه؟ حتى يذوب الورق ونحو ذلك ويذهب. يعني افضل نرميه في نهر، ممكن افضل في نهر جار اللي هو ليه، بس يكون ماء جار مش اللي هو مجرد شويه ميه. ليه؟ لانه مع الميه بيحصل فيه بيذوب الكتابه تذوب، والورق يعني بيحصل له التهاب. طيب مولانا، طبعا مفيش بيت مصري غير ما فيه اطفال، عاوزك تدي نصيحه لاطفالنا الجمال كده وتشجعهم على الصيام. بنقول في مساله الصيام بالنسبه للاطفال، مساله الصيام تقاس على الصلاه. بالنسبه للصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام قال: مروهم وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. مروهم وهم ابناء سبع، ليس سن السابعه، لانه بيكون سن التمييز 7 سنين قمريه هجريه، بيكون الولد وصل الى مرحله يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف ما معنى الصلاه. انما اللي بيحصل النهارده بيكون ولاد صغيرين يقول له روح اجيب المصلية وصلي، هذا لا، يعني ينبغي ان ننتبه لهذا الامر. ما ينفعش نقول للولد الصغير، ليه؟ لانه لا يعرف ما معنى الصلاه. وانا بقول لك انا عايز ادربه اقول له ايه؟ بص انت اقعد، بص احنا شوف هنعمل ايه؟ بنصلي ازاي؟ وبنتوضى ازاي؟ علشان لما يبقى عندك 7 سنين هتتوضى وتصلي وتصوم. فيبقى الولد عامل ايه؟ عنده شغف، مستني ايه؟ امتى هكمل 7 سنين؟ امتى هوصل للسن السابعه؟ علشان ايه؟ عشان اصوم زيكم، عشان اصلي زيكم، وهكذا. فبس في الصيام قالوا فيه شرط، بشرط ان يطيق الصيام، يعني 7 سنين، خليه عنده 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين، 5 7 او 8 ونحو ذلك، وهو جسده غير قادر لا يطيق الصوم، او البنت لا تطيق الصوم. فقالوا يشترط في الصيام بشرط ان يطيقاه، يعني الولد او البنت، الصبي او الصبيه، ان هم يكونوا قادرين، عندهم قادرين على الصيام. وكمان في نقطه ثانيه، ما بنقولوش انه صوم لحد الظهر، لا، بنقول له الصيام من الفجر الى المغرب، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. ولو ما قدرتش، ولو ما قدرتش يبقى خلاص، انما ما بنقولوش مثلا صوم لحد الظهر. ده في ناس كتير بيطبقوا كده، ممكن ما بنضمنش، ممكن هذا الولد مثلا يحصل شيء، يذهب إلى بلد ليس فيه مثلا، لا تقام فيه الشعائر الإسلامية، فينشأ على ذلك أنه هو متعود. وده شفناه في بعض الأماكن، أنه بعض الولاد خلص شاب، فبقول لك لا، أنا هو احنا كنا معلمين أن احنا الصيام لحد الظهر، فننتبه لمثل هذا. يعني وكمان هنا كمان في مسألة لابد من التنبيه لها، هما أمران لابد أن أنبه عليهما لأهميتهما. الأمر الأول، ينبغي على الواحد منا ألا يتكلم في القرآن وفي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه. يعني ما يجيش واحد يفسر آية على هواه، أو مجرد أنه قرأها ففسرها، أو لأنه أحيانا الإنسان منا تغيب عنه أشياء كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في القرآن برأيه أخطأ ولو أصاب. حتى لو كلامه طلع مزبوط هو أخطأ. ليه؟ لتجرؤه على الفتوى بغير علم. وورد في الحديث: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. فينبغي أن ننتبه وينبغي أن نحذر. ليه قلت ده؟ لأنه عندنا في أمرين، بعض الناس طلعوا قالوا أنه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقالوا إيه؟ قالوا يتبين، يعني معناه حتى شروق الشمس. فلا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي بدخول الفجر الصادق. أي بدخول الفجر الصادق، وليس معناه أنه ينتظر إلى الشروق، أو أنه بس لحد ما الجو ينور وبعدين هو يمسك. ده أمر أول. أمر الثاني، في فيديو انتشر على وسائل التواصل ونحو ذلك، امرأة منتقبة تتكلم في بعض المسائل، ولكن للأسف يتبعها يشاهدها يعني ناس كثيرون. فهذه الامرأة ماذا قالت؟ ذكرت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، هي تقول انه الواحد لو في ايده الاناء والفجر اذن، وفي ناس غيرها كمان بيقولوا الكلام ده كتير، بيقولوا انه لو الفجر اذن والاناء في ايدك اشربي، او لو ما في ايدك كليها، او لو مثلا في فمك كليها. فهنا وبيستدلوا بحديث ورد، وقال عليه الصلاة والسلام:
إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. هذا الحديث ما معناه؟ أولا عندنا الفجر فجران، فجر صادق، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب ليه سمي كاذب؟ لأنه يعني يظهر ثم يختفي. أنا أول مرة أسمع الفجر نعم. الكاذب والصادق ده يا مولاي. لأنه يظهر ثم يختفي، وبيكون بيه طولي خط طولي كده بيظهر قبل دخول الفجر الصادق، يظهر وفي آخره بتلاقي فيه زي ذنب السرحان، زي ذيل الذئب، يعني فيه دائرة مثل دائرة. هذا يظهر بالطول، يظهر ثم يختفي. أما الفجر الصادق اللي هو بقى الفجر اللي بيكون خلاص نمسك عنده، الفجر الصادق ده بيكون في الأفق الشرقي، بياض معترض يظهر في الأفق الشرقي، ينكشف معه الضوء، يعني بيبدأ تبص كده بيكون ضوء خفيف، يبدأ يكبر يكبر ينتشر معه الضوء، ده الفجر الصادق. فالنبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد أذانان للفجر، يعني كان فجر أول ثم بعده يؤذن للفجر الصادق. فالفجر الأول كان يؤذن له سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا. ليه؟ لأنه هذا الأذان للتنبيه، اللي هو احنا بنعمل ايه، يقول لك ايه قبل الفجر للتنبيه كده، مدفع الإمساك ونحو ذلك، اللي هو للتنبيه انه انتبهوا قرب دخول الفجر، يعني خلاص الإنسان يبدأ ينتبه، يمتنع عن الطعام والشراب، يبدأ يجهز نفسه ليه من باب الاحتياط. فقالوا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، لأنه هذا الأذان الأول لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة. يعني ينفعش واحد يقوم يصلي بعدين نقول خلاص الفجر أذن ويقوم يصلي، لا، لأنه بعد لم يدخل الوقت. وإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوه. ليه؟ لأنه بيكون دخل الوقت. فالأذان هو إعلام بدخول وقت الفجر، والصيام هو الإمساك عن المفطرات من طعام وشراب ونحو ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فعند ذلك من سمع الأذان، لذلك الإمام النووي يذكر في كتاب المجموع وغيره إنه الإنسان لو سمع بالفجر واللقمة في فيه عليه أن يلقيها. طب واحد بقى اللقمة في المنتصف لا يستطيع أن يخرجها، هذا أمر آخر، نحن نتكلم إنه لسه في فيه يستطيع أن يخرجها، أو الماء في يده بيشرب، سمع الأذان ما يقولش ما خلاص ما لسه بقى ما يخلص ما يتشهد، لا، هذا عليه أن يتوقف فورا. ولو شرب، لو شرب أو أكل متعمدا ويعلم بدخول الوقت، فهذا عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان. فده مهم جدا، مسألة دي مهمة. طب يا مولانا احنا اتكلمنا عن الإمساك وعن الفجر، طب في وقت الفطار نعم، في بعض الناس يفطروا والمدفع صح، ناس ويفطروا سبحان الله والأذان يقول الله نعم. أكبر، في ناس ما يفطرش غير بعد الشهادة، وفي ناس يفطروا بعد الأذان خالص. طيب، وورد في الحديث من مستحبات الصيام تعجيل الفطر وتأخير السحور. أيوة. تأخير السحور مش معناه أن أنا أفضل مأخره اللي هو لحد ما يأذن، لا، تأخير السحور يعني لآخر، يعني قبل دخول وقت الفجر، حتى عشان الإنسان يغتنم هذا الوقت المبارك، وهذا من السنة تسحره، فإن في السحور بركة ونحو ذلك، ويصلي الفجر ونحو ذلك، فيحصل هذا الخير العظيم في هذا الوقت. وعجل الفطرة بعد التأكد من دخول الوقت. بعد إيه؟ بعد التأكد من دخول الوقت، مش عجل الفطر يا لسه الشمس بقي منها جزء ويقوله ما النبي قال عجل الفطر. هذا يقضي، لو عرف أنه أفطر والشمس بعد لم تغيب، هذا عليه أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. هذا ينتبه له. طب عندنا في بلاد بيحصل فيها أنه مثلا القاهرة لها توقيت، في المنصورة لها توقيت، في الدقهلية لها توقيت، في بني سويف لها توقيت، في الصعيد، في أقصى الصعيد لها أيوة. توقيت، في فروق للتوقيت، فهذا ينبغي أن ننتبه. ما يجيش مثلا واحد في أقصى الصعيد ولا في الصعيد مثلا يقول أنا هفطر على أذان الراديو، ما أحيانا في الفجر في بعض الأماكن، بعض المحافظات يدخل فيها الفجر
قبل القاهر، واحيانا يدخل فيها بعد القاهر، وهو الاذان المعتمد في الراديو ونحو ذلك، هو اللي هو الموافق. لذلك دائما يقولوا وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، لانه قد لا تكون الشمس قد غابت عندك بعد، او الفجر لم يدخل عندك بعد، او قد دخل عندك قبل ان يدخل في هذه المحافظة. فهذا ينبغي، فبنعمل ايه في الحالة دي؟ كل واحد ينظر ينتبه، العبرة بغياب كامل قرص الشمس. تمام. يبقى ده العبرة بالإفطار. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا غربت الشمس من هاهنا، يعني زالت عن رؤوس الجبال، وأقبلت العتمة من هاهنا يعني من جهة المشرق، قال فقد دخل الوقت وأفطر الصائم. عند ذلك يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصلي. فالإنسان ينتبه، مش مجرد أن سمع الأذان في الراديو ونحو ذلك يسارع، أو سمع المدفع فيسارع أنه هو أن يتناول مفطرا، لا، التعجيل الفطري بعد التأكد من دخول الوقت. فإذا تأكد من دخول الوقت عند ذلك له أن يفطر، لا ينتظر خلاص طالما كبر أو تشهد أو لم يتشهد. طب واحد قال لك إيه؟ طب أنا بس من باب الاحتياط أنا هستنى بس إيه لحد ما يخلص الأذان احتياطا، اللي هو حتى يعني أخذ بالأحوط وأتثبت وأكون تأكدت من دخول الوقت، فهذا لا شيء فيه، بالعكس هذا يحتاط لدينه، هذا يحتاط لدينه. ومسألة تعجيل الفطر قلنا بعد التأكد من دخول وقت المغرب، والعبرة بغياب كامل قرص الشمس. مولانا نطلع مع تقرير لجمعية صدقة جارية ونرجع مع التقرير. عشقت عيني حروف المصحف وفؤادي ذاق شهد الأحرف يا فؤادي هذه أنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع خير جديد مع جمعية صدقة جارية، حالة إنسانية من الدرجة الأولى، ست كبيرة في قرب شديد جدا جدا، بتناشدنا وبتناشد أهل الخير إن هم يمدوا لها يد الخير. تعالوا مع حضراتكم نشوف الحالة دي بتعاني من إيه وإزاي نساعدها وهي محتاجة إيه. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا أمي، عاملة إيه؟ الحمد لله. قولي لنا يا أمي أنت محتاجة إيه؟ محتاجة بتاعة تلاجي وحتة سرير. تبص للكاميرا وقولي الناس شايفينك وسامعينك. أنا عاوزة عشان يساعدوكي. ايوه انا عايزه سرير وعايزه ولاش التلاجه، والله يطول عمركم على كده ويكفكم في شر الطري ويكفكم في شر المرض يا رب. معلش يا ام ما تعايديش. ولا محتاجه ايه؟ انا اقعد بالايجار يا حاج. قاعد بالايجار؟ ايه قاعد بالايجار مأجر، يجوا من امكم يكفيني الحمد لله. انت محتاجه ايه تاني؟ قولي انت محتاجه ايه؟ سامعينك هما وشايفينك، قولي لهم عايزين يساعدوك. يساعدوك ازاي؟ يساعدوني يجيبوا لي تلاجي ويجيبوا لي ولا شيء سري واللي يخرج من ذمته. بس مش اي حد بيساعدك خالص يا حاجه؟ يساعدنا ربنا، ربنا اللي بيساعد، ربنا يساعدك. ويكفكوا في شر الآخر ويكفكوا في شر المخب ده بتعملوا خير، ربنا يرزقكم بالخير. انت كده محتاجه بين اهل الخير تلاجه وسرير ويساعدوكوا اي مساعده تاني. بس وانت قاعده في البيت ده في الايجار يعني ده في بيتك؟ لا ده انا قاعده بالايجار يا باش، ما شرش قاعده بالايجار. ما عندكش اي دخل تاني؟ لا والله يا حاج، لا والله هيجيني مناي الحمد لله. اولادك يا حاجه فين؟ ولادي كل واحد بيتجوز ومرته، كل واحد وسايبينك واللي في مصر واللي هنا واللي هنا سايبيني. هعمل ايه؟ انا بقعد وحدي كده، قاعده وحدي من زمان كده، قاعده وحدي من زمان. كنت قاعده بيت ابوي وجابت ابوي وسبته، قلت انا اطلع بقى اشوف لي قضا بقى بالايجار اقعد فيها احسن. قد ايه يا جماعه يعني كم الوجع وكم الالم اللي شفناه من الحاجة وهي بتبكي؟ الحاجة يا جماعة بتستغيث بيكم أهل الخير، بتقول يا جماعة انظروا إلي نظرة رحمة، يا أهل الخير مدوا للحاجة. زي ما حضراتكم كلكم شفتوا حالة الحاجة، فياريت كلنا نساعدها. جمعية صدقة جارية الوقت بتعمل كراتين رمضان ووجبات إفطار، سعر الكرتونة 500 وسعر الوجبة 150.
مولانا نصيحك للناس ايه؟ بنقول من الوصايا الرمضانية ينبغي أن لا ننسى الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل والمهجرين والمشردين، خاصة في ظل هذه الأزمات وفي ظل غلاء الأسعار وفي ظل هذه يعني الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام من القيام.